الناس بالناس. الناس بالناس. الناس بالناس، الفقرة متاع اليوم إن شاء الله ربي يجيبنا في الصواب. الحقيقة عنا وقت مش برشا، جوست نتذكر برقم التليفون 31 328 328 50 285 285. بعد أنا مواطنة تونسية، صباح الخير مدام، مرحبا بك. صباح الخير سي جان، مرحبا بك، نسنا وشرفتنا. عاشك. منين باش نبدأ؟ أنا نحب تدخل عاجل لإنقاذ هذه المرأة. يا رب. تدخل عاجل لإنقاذ هذه المرأة. تدخل عاجل لإنقاذ هذه المرأة، لأنه المرأة هذه اللي حاضرة بحضانة لهنا زوجها توفى. وقتش توفى؟ الله يرحم، 2014. وخليلها طفل، معناتها ما زال كتولد، ومن وقتها للوقت هذا في 2024 ناشو تسكن في جراج. حول ولا قوة إلا بالله. مش جراج. حبش نتكلم طول المرأة حاضرة، مش جراج. أنا أعرف وهذه المرأة معرفة شخصية. نسأل بش نسألها سؤال. نعم. عندك فرش أنت ولدك؟ أنا ولدي على حسيرة وجري في القاع، ولا عندي لا مال ضوء. لا اله الا الله. ولده متميز جدا، نواره، بارك الله عليه. اما عليه، اما عليه، مش ندخل في التفاصيل الاخرى. عندكم شي تلفزه ساعه ما نجمش نتحصلوا عليها ثلاثة ايام لانه ما عندهاش هاتف. راهو كي يقول لكم مش في جراج، لا يرتقي للمستوى الإنساني وين عايشة. عندها راس وليد، لوالي لتالي، خطر أنا نعرف الوضعية شنية، لوالي لتالي، وحدها ما معها ربي، رجلها متوفي، تربي في طفل يتيم. أدعو السادة المستمعين الكل اللي قلوبهم رحيمة اليوم الكل، أنه ناقفوا للمرأة هذه. هي مريضة، معينة منزلية، مرة تخدم مرة لا، مرة تخدم مرة لا، مسكينة على خاطر ولدها ضناها، فهمني ولا مضحية. منش نتكلم برشا، 31 328 328 50 285 285. 31 31 328 328 50 285 285. أنا شنو الطلب متاعي؟ أنه نجموش نكريولها عام كامل يا سيدي، مش عام كامل مقدور. البلاصة نعرفها وين، أنا نجمش نذكر لاسم المرأة للبلاصة وين، نجمو نكريو راهو عام كامل ب 300 400 دينار، عام كامل نجمو نكريو ونشوفو لها أثاث، تشري أثاث، أثاث يا رسول الله، فرشي ولدها، ولدها في عمر متاع معناتها يلزمو فرش وحده، يلزمو فرش وحده، مراهق، فهمني ولا، ونشوفوا لها نأثوا لها، نعملوا لها هذه الدنيا الكل. عملنا استيماسيون من نوع من 20 ل 25 ألف دينار، 20 ل 25 ألف دينار. يا ربي يا عالي، أنا نطلب نظرا لضيق الوقت، نظرا لضيق الوقت اليوم نلموا المونطون هذا ونطلب من عند ربي سبحانه. ثماش ولد حلال، ثماش إنسان ولا إنسانة يتكفل بها يحسبها أخته، ويكفل اليتيم هذاك شان يا رب، يكفل اليتيم مدى الحياة، يقول ولدي هذاك. أقسم بالله العلي العظيم، نوارة نابغة سي جعفر هذاك عنده طلبات كبيرة، كل مرة يطلبني فيها حاجة ما عندش النجم نعمل حد شيء. عندك ألف حق، عنده ألف حق. صغيرة هي مفهوم، هي تتكلم عليه هو، ما تكلمش على روح. أنا مقصدش مدام، مدام لحظة لحظة، لطف عليك صديقتي، إذا مش واحد يكفلو، يقفلو نوارة، أقسم بالله نوارة. شوف ما نحبش نحكي توا، احنا هذا راديو، يعلم الله، انا يعلم الله، نحكي على روحي، يعلم الله، يعلم الله، برشا وضعيات خطري. انا ادعو السادة المستمعين اللي يسمعوا فينا الكل، التدخل العاجل تو، 31 328 328 50 285 285، 31 328 328 50 285 285. حمل الجماعة ريش، ولدنا هذا اليوم والمرأة هذه أختنا اليوم، خرجوها من الجراج.
اقسم بالله تمشي وتشوفوا تبكي والدم ولده يخرج نظيف من غادي يقرا ويمارس في الرياضه نواره والله نواره نعرف هاي اعطيني تليفون اعطيني تليفون توكلوا على الله 31 328 50 285 285 يا ربي تبشرنا يا ربي يا عالي تليفون نحل الشبكه تليفون تليفون ولا اثنين رقم الواتساب بتاعنا 50 285 285 شوف الطفل اليتيم لا عنده لا والي لا تالي كان وجه ربي احنا نقرروا اليوم يا رب ان شاء الله يا ربي يا ربي 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285 حصيرة وجريل لطا نعم يعني يا رب حيوط وجريل كما نقولوا احنا وكها ما لكت علي مستحفظة على والدي كل شيء على عناية على والدي وكها كان على والدي ماسكن يلمني ويلم والدي نظيف وطاهر وبي وميوضة حاجتك لا ما بلا ضو حول ولا قوة الا ضو ما عندكمش داش ضو لا اله الا الله يا ربي لا اله الا الله يا ربي ولدي هذاك دروسه يعملها في النهار ما يعملهاش في الليل ما عندوش ضو خاطر في الليل ما فماش ولدي قراي عندي تليفون لحظة لحظة عندي تليفون الو صباح النور صباح النور سي زعفر صباح الخير باب الغالي يبارك لك يا باهي ربي يبارك لك عايشك سي زعفر انا موظف وزاد الفقير بما لديه 300 دينار الله يبارك لك الكريم الله يبارك لك وانت كريم بارك الله فيك تشوف ماك 300 دينار ربي سبحانه باش ينفق في الصوره وتو تشوف تو تشوف اقعد معانا الله يبارك لك ربي يخليك ربي يخليك الله يبارك لك يرحم والديك يا ربي يا عالي يا ربي يا عالي يا ربي يا عالي يا ربي يا عالي تنظر لك الطفل النواره يا ربي يا عالي تنظر لك طفل النواره ان شاء الله تلقاه في صحه يا رب يا ربي يا عالي تنظر لك طفل النواره مليون موجود تو تو عندنا مليون جاي مليون و300 الله يبارك لك الله يبارك لك عندنا مليون و300 يا ربي يا عالي يا ربي يا عالي مليون و300 من 20 يا ربي يا عالي طفل كما قلنا يتيم وهو وامه يسكنوا في جراج على حصير مش جراج يا الهي مش مأمن الساعة ما يتحل ما فهمتوني في الخلاء حول ولا قوة إلا بالله يا عالي يا ربي يا عالي تسمعنا الخير 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285 يا ربي يا ربي جيبها يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي تليفون ولا اثنين يا ربي لك موتة ولا اثنين يا ربي الروح وفرحانين وفرحوا المرأة هذه ولده يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي اولا نذكر اللي كونوا باش نعطيكم نمرها رقم الحساب الجاري نتاعها ثانيا صورة واسما وموقعا وان تذكروا كذا حفاظا على الكرامة مستحيل الو صباح النور الو يسمع فينا زادة من الراديو صباح الخير الو صباح النور صباح النور بشرني يا وخي الكريم تاع عام كامل عليها كريم تاع عام كامل عليك انت نحكيو عليه تقريبا كريم تاع عام كامل كريم تاع عام كامل نحكيو عليه 5 ملايين ابري 5 ملايين ابري مش الله يبارك لك هاي وين ربي يبارك فيك ربي يبارك فيك الحمد لله الله اكبر مزيان اي انا قاعده انت تحكي وتحكي على كفاله اليتيم وانا قاعده نقرا على شنو هو الجزاء كفالة اليتيم قولي. وشنو هو يعمل معناتها بالحق راه تقرا حاجات يا ربي وربي يعرف هو اكثر منا احنا الكل اما قديش لقيت حاجات انسانيه مجتمعيه مهمه اللي تزرع رقه القلب في وسط الناس ايه. تنزع القسمه ما بين الناس تخلي المجتمع الكل يحس اللي فما تكافل بين الناس انه الولد هذا يحس روحه ما فقدش بوه اللي عنده عائله ما ألف دينار على رحمه بوه من عند شمس 1000 دينار من عند شمس على رحمه بوه 1000 دينار 1000 دينار 7 مليون و300 وصل زينب تفضل 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 بابي سيرش انا جوست ميساج من عند مدام الفا نسلموا عليها برشا اللي ديما كانت تكلمنا تقول تسلم عليكم ليكيب الكوليكا تقول لا غالب ظروف مشيه امانه نحب نعطي المراه بين 50 و100 يورو كل شهر دونك وعطات النمر دونك ميرسي بوكو يا الهي باهي باهي نذكر نمر التليفون 31 328 328 50 285 285 باش نجيبوهم يا رب ان شاء الله باش نجيبوهم باش نجيبوهم هذا الموقع الحقيقي طفل يتيم ام وعد عندي تليفون الو صباح النور
تكزين جعفر. صباح الخير مدام. صباح الخير انت وليكي بالكل نهاركم. يبارك لك مدام يبارك لك. يعيشك الله يخليك. دونك مليون و500 للمراه وكما قلت لي هي ب 200 دينار بور اون اني معناها 200 دينار مونسييل بور توت لاني. لحظة 200 دينار نضربوهم في ال 12 هذوما قداش يجيو؟ يجيو 2400 يظهر لي 2000 200 في ال 12 ليه يجيو 1400 2400 زين 200 في الآن 200 كل شهر للمراه ها وتوا مليون و500 وتوا مليون و500 الله يبارك لك الله يبارك لك مدام يعطيك الصحة مدام وقديش محليهم العبيد زادة كي سونجاج راهو الالتزام نتاع عام كامل ماهوش ساهل راهو دونك يعطيك الصحة مدام وربي يبارك فيك ويكثر من أمثالك يا رب 31 328 328 50 285 285 كي نجمعوهم هذوما تو قداش لمينا كي نجمعوهم باهي جعفر هما يجيو 8 مليون و800 وزيدوهم 3 مليون و600 إذا 100 أورو في العام هكا احسبولي احسبولي لا لحظة صحيح 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 لحظة احسبولي يا مان السيد قال 5 مليون هذاك نتاع عام كامل كري باه المدام قالت زوز ملايين و400 هذوما يوليو 7 ملايين و400 هذوما وحدهم مليون ونص من عند المدام ايوا قالت شو يوليو 8 ملايين 7 ملايين و400 والمليون ونص قد شو يوليو 8 ملايين و900 8 ملايين و900 مليون تاع شمس على رحمه بوه 9 ملايين و900 9 ملايين و900 والمليون اللي جانا لهنا تحسبوا 10 ملايين و900 و300 الف لولانيه بالكل قد شو يوليو 11 مليون و200 يا ربي يا عالي يا ربي يا عالي تليفون ولا اثنين الو صباح النور صباح الخير مدام الو صباح الخير نسمع فيك مدام صباح الخير خويا جعفر عايشك يا باهي مرحبا بك عايش نعطي 500 دينار ان شاء الله ربي يبارك لك الله يبارك لك الله يبارك لك قداش 12 مليون 700 الله يبارك 12 و200 قداش 500 500 دينار 11 و700 شدوا شد قرش 11 و700 يا عالي يا عالي يا عالي تليفون ولا اثنين لك موته ولا اثنين يا ربي يا عالي 31 328 328 50 285 285 31 328 توا اللحظات الحاسمه هذه الادريسه صحيحه والمراه هذه بالحق تستحق اقسم بالله العلي العظيم تستحق تربي فيتي والله قاعدة مرة أخرى أنت ديما ما نقولوا لا تنقص صدقة من مال ولا لا معناتها واحد كيخرج حاجة راهي ما تنقصش من الفلوس قال لك وقت اللي أنت تخرجها هذية بنية أنك تكفي اليتيم الصدقة هذه تعطيك ضعف في الرزق والمال مش ما تنقصش ولا تخليه هو بيدو لا تزيد تضاعف زيادة إن شاء الله ربي ينوب عليكم ألو صباح النور ألو صباح الخير سامحني زينو تفضل جعفر ألو صباح الخير عسلامة مرحبا بك وفيك عايشة اسمعني بالتليفون نرجع نكلموها نرجع نكلموها من التليفون من الكرف بيسيلش ترجع عندنا 31 328 328 50 285 285 يا ربي يا عالي يا ربي يا عالي تليفون ولا اثنين بحول الله تروح فرحانة اليوم عندي أمل كبير برش مش تروح فرحانة يا مناضلة يا باهية يا رب يا رب يا مناضلة يا باهية يا رب لا ما عندناش مزين أي 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 يا عالي يا عالي يا عالي تليفون ولا اثنين لك موتة ولا اثنين يا رب 31 328 328 50 285 285 قول تقصد بالك موت لك موت علق خميس ثلاثة يا رب فهمني ولا طلعنا شوي ل 20 احنا تمنينا 25 ان شاء الله ربي كتب لها الخير ان شاء الله ربي كتب لها الخير تستحق والوليد يستحق يا ربي نواره وان شاء الله ربي يجيبه في السواب يقرا ويعمل السبور نتاعو ونراوه ان شاء الله بطل من الابطال على امين يا رب يا رب امين قل لي بابا بشرني صاحبنا مهدي بن عبد الله ايه مليون مهدوش يا غالي يا مهدي يا جميل مهدوش يا غالي عندي تليفون الو صباح النور الو صباح الخير صباح الخير بابا بشرني يا غالي بشرني خويا موظف وزارة المالية باش نتبرع بمليون مثال الله يبارك لك الله يبارك لك الله يبارك لك الله يبارك لك خويا تحية لوزارة المالية وزارة المالية الكل يا بابا تحية لوزارة المالية خويا كل أصدقائي في وزارة المالية قديش وصلنا 13 و7 يا عالي مازالوا تقريبا درج ونص يا عالي 31 328 328 50 285 285 وينو في راجل خير يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا ربك الولايد اليوم يبدا منصور ويبدا فرحان يا رب امين يا رب العالمين امين يا رب يا ربي تليفون اخر ولا اثنين يا ربي 31 328 328 50 285 285 ربي ابو خيتي ثم حويجه ان شاء الله لا ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يا ابو خير ان شاء الله لازم تستنى نعرف هذيك لازم يصح لهنا باش يا رب يا رب يا رب يا رب تليفون معنا الو صباح النور الو صباح الخير مدام صباح الخير مرحبا بك عايشه
هاي بشرنا. مليون الله يبارك بارك الله فيك. بعد شوي نعطيكم نمر تليفون السيده اللي حاضره بحضنا لهنا ورقم الحساب الجاري. يا ربي علي قديش وصلنا؟ 14700 نزلوا درجي 14700 بالطريق الصحيح. وينو في راجل خير؟ وينو في راجل خير؟ وينو من المستمعين؟ وينو في راجل خير؟ 31 328 328 50 285 285 الانتصار ولا غير الانتصار. والله والله لما تكري دويرة بالماء وبالضوء يا رب وتأثذها يا رب وتقري ولدك يا رب وبحول الله يطلع لك نوارة يا رب إن شاء الله يا رب. جس مدام نجوى تكمل تكلمنا وكهو معناها نجوى كلمينا على يوتيوب نجوى كلمينا رجعنا مرة أخرى 31 328 328 50 285 285. ألو صباح النور. مرحبا بك. سهلة بحول الله. صباح خير بابا. نهارك اسعد الايام ان شاء الله نعاونوها بجوز الليل. بارك الله فيك يا صديقي. بارك الله فيك. الله يبارك لك. الله يبارك لك. الله يبارك لك. يرحم والديك. الله يشفي لك اي انسان عزيز غالي عليك. الله ينجحك يا وخي سمح يا بيه. على ذكر السمح البيه 16700 حبيت جست نبلغ لك سلام تاع منصف. تتفكر منصف اللي كان يرجع من المطار؟ منصف يسلم عليك برشا ان شاء الله. ربي يبارك له. الله يبارك له. 31 328 328 50 285 285 الانتصار ولا غير الانتصار. يا رب يا رب يا عالي يا رب يا عالي يا رب يا عالي يا ربي. 31 328 328 50 285 285 يا ربي يا ربي. وين مشيت ريم؟ يا ربي يا ربي يا ربي. قاعدة تشوف جاي فما مساجات قاعدة تجي. بربي ذي تذكير مهم جدا جدا على الاخر للناس اللي قاعدين تسمع فينا اللي راهو احنا ما نجموش ما عندناش الحق نقبلوا الفلوس من عندكم انتم. بارك الله فيكم على ثقتكم يعطيكم الصحة. راهو ما نجمو كان نعطيو النومر نتاع المراة ورقم الحساب نتاعها وتتواصلوا معاها مباشرة حتى حد ما عنده الحق ياخذ حتى دينار. 16700 يا ربي 25 يا ربي يا ربي 25 وكان ربي يقدر لها اكثر يا ربي. عندك تليفون جاي يا ربي ان شاء الله. تليفون 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 يا ربي يا عالي يا ربي يا عالي. تنظر لك الوليد اللي تايم ما ساكن في جراج على حسيره وطرف جريه ربي ينجحه ويفرحه يا رب. اقسم بالله انا مش متضلع في الدين اما انا نفهم في ربي سبحانه معظم شانه. والله لم يعوذ لكم خير. والله بحول الله بحول الله بحول الله. تحكي طول يكمل يقرا قراي يا جعفر راهو انك معناها تمسح على راس يتيم فلك اجر كبير معناها فما بالك انك تكفل فما بالك معناها. يا ربي علي 31 328 328 50 285 285 باهي فماشي فماشي. عندنا شكون مواطن طويك 3.5 مليون كمل للعشرين. طويك كملنا للعشرين يا ربي لك الحمد. الحمد لله 20 و200 شبي قلت هكا 20 و200 كملوا الباقي. برافو برافو. عنده تليفون يا ربي نسمع الخير. يا رب يا ربي نسمع الخير ما شاء الله. يجونا برشا مساجات اما التليفون يرجعوا لكم يعني باش يرجعوا لكم بالحق اكيد. باهي باهي. عندي مليون وعند لطفي جاك. ميرسي لطفي يعطيك الصحة. لو يا بنين 21 و200 21 و200 هيا هيا جيبها على قد قلبها. الو صباح النور. مرحبا جعفر. صباح الخير مدام. عايشك نهارك زين. عايشك اسعد وابد. دونك انا نبرا بلين زوز بلين. ميرسي مدام يعطيك الصحة. بارك الله فيك. 23 و200 يا عيني وعندنا 3 بلين تويك على الواتساب. على الواتساب قديش؟ 26 و200 خليك جعفر مازال عندنا الوقت مازال عنده رزقه رزقه جاي. ربي يظهر لك ربي يظهر لك. الله اكبر يا رب ان شاء الله. يا رب 31 328 328 50 285 285 يا رب يصدق الكل. يا رب يصدق الكل. ربي يريد لها الخير. يا رب ان شاء الله. ربي يريد لها الخير. قلنا لها قديش مسكينه المراه تعمل هكا قالت لي كتب ربي. ربي يريد لك الخير مازال الحمد لله. يا ربي يصحوا الكل ذوما وعود واحنا متاكدين بحول الله يصحوا بحول الله. امين بجاه رب العالمين. يا عالي 31 328 328 50 285 285 قديش وصلنا نحن تو قلنا؟ تو احنا 26 و200 في واحد يقول ها هما ال 30 وصلوا يا رب. هيا 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 هي. والله يا ودي جو يا ودي والله والله مش نورمال. صحة عليهم الناس والله. اللي فما دعوة هي مثال جعفر هي فما 300 جاية تويكا وان شاء الله ربي يوصل مدام بالسالم. يا رب يوصلها بالسالم. يا رب يا رب يا رب. ثم 300 جايين في الثنيه 26 و500 26 و500 ربي يوصل مدام 26 و500 يا رب. هيا يا عالي يا رب. اعطيني التليفون الاخراني بتاع الكموته واحد تو هيك الو يقول لحظه ستوب 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 اختي هذيا والولاد ولدي هذاك. يا رب تولي طيب عليه. هاي 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 سكيت تو تحط لي لا موسيقى لا شيء. انا هيا يا ربي يا عالي يا ربي يا عالي. تبعث لها واحد طوف يقول لي
يكمل لها ال 30 هذوما يا رب فهمني ولا ومواطنين اخرين خاطر اسمعوني باش يا ربي يا علي لحظه تليفون الو يا رب صباح الخير خويا صباح ا بابا قول لنا احنا قلت له حننتقسوا ديما هكا اكثر شوي عمر اكثر اي اكثر شوي قد يحسب هو في 10 سنين واكثر شوي بيقول لنا ما تقعدش تسمع وحدك لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله قول للناس الكل لا اله الا الله محمد ما تسمعش وحدك جاب لا اله الا الله لا لا دي باش نخليها اخر حاجه لا 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 قول هكا اه واخر حاجه تورا اخر حاجه تورا لا اله الا الله باش نسكروا باش نروحوا قدره ربي عظيمه مش اخر حاجه لا اله الا الله محمد رسول الله 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 ايوه والله نقول لك عليه شو والله عليه بيبشرها هي كل المستمعين مش لازم بشرها هي مش احنا مش لازم لا تنقول لها هي بعتك بيجي يدخل نستفهم 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 طبعا نستفهم قول لنا جعفر لا اله الا الله محمد رسول الله مزين مزين يا رب يا الله محمد رسول الله جعفر هي اللي ستريسي لا 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 اسمع تنقول انه نعمل بالله سيب اللي كتب هذاك هو قاعده تقول لا اله الا الله محمد رسول الله اسمع ربي ينظر لنا الكل ويبعث جنده للناس الكل الحمد لله الحمد لله بيقول توا بي ملا 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 تونس وملا وملا توانسة وملا وملا عالم وملا حياة وملا خير في الناس الحمد لله والله العظيم قديش فخور بالفقرة هذه يا أخويا لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله والله بيش نوقلك هاي ايش عندكم غادي هيا يجيوني يجيوني ريان دو سبيسيال ريان دو سبيسيال قدش وصلنا اي غايس خوي 26 و500 عطينا اش عندك انت جاب به اللي باش نقولوا توا لانه هي بيجي هي بيجي يعمل حسابي طيب نعاودوا نفكروا اللي المبلغ نتاع الاموال هو وعود قاعده توصلنا ان شاء الله يا رب كلها توصل ويكتبوا الكل يا رب هاي قول لي جعفر الحمد لله اليوم خلطنا التشيفرود ما بين ستاندر وواتساب 30 مليون و400 ان شاء الله 30 مليون و400 يعطيكم الصحه جميعا ان شاء الله الحمد لله الحمد لله اي غير الكرا والحكاية الشارية لحظة بك اي كلمنا مواطن في الحقيقة محل ثقة عامية والمواطن هذا معناتها تعرفوا انت شخصيا نعرف نعم قال يقول للسيدة اللي حاضرة بحذيك تو الطفل هي عاد لين يعرس لين يعرس طفل مهما كان عمره لين يعرس عنده شهرية مدى الحياة لين يعرس 500 دينار الحمد لله لين يعرس الحمد لله أنا كل شهر نبعث لك 500 دينار للطفل لوحده لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله والله يرحم شوق لا إله إلا الله محمد رسول الله يعجز الكلام يعجز الكلام والنطق الحمد لله محلاه نهير شكرا صديقي الفاضل اللي يعطيكم الصحة شكرا صديقتي اللي تكلمتي شكرا لكل إنسان تكلم وتفاعل شكرا الأول واحد عم بعث 300 دينار وصلنا ل 30 دينار بفضل ربي سبحانه ذاك فوقنا الكل 30 ألف دينار تويكا في 30 مليون شكرا إن شاء الله ربي يبارك لكم مرسي ريم مرسي رافع مرسي زينب ما عندناش مزيان ربي يبارك لك ما عندناش مزيان ربي إن شاء الله في فرحتك النوالة وربي يعيشكم الكل ما عندناش مزيان عايشك أختي ما عندناش مزيان شكرا رباب زينوبة شكرا أحمد زعبار مرسي خويا وحسام إيهاب شادلية مرسي ملا ويكان ملا ويكان بربي 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 اللي يسمعوا فينا واللي يسمعوا الفقرة هذه برحمة اللي يعز عليكم احكيوها لجيرانكم واصحابكم وفي القهاوي في دياركم قولوا رانا اليوم سمعنا راه ثم مواطن عمل لك وثم إيه نعديو لبعضنا الموجات الإيجابية مرسي الفيراج الكل يسمع فيه وويكان في نامين باي 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 باي, 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 باي. ساعة سعيدة ساعة سعيدة